أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أهمية تواصل القادة مع الشباب من خلال منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى اهتمام سموه بهذا الجانب من خلال التفاعل مع المتابعين على هذه المنصات لإيصال صوت الشباب والمواطنين وجذبهم والالتفات لهم، وخصوصا في ظروف العصر الحالي التي تتسم بسرعتها وتغير وتيرتها المتواصلة. جاء ذلك خلال كلمة سموه في قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب التي عقدت في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 70 متحدثا من 25 دولة حول العالم. قدموا أكثر من 20 جلسة تفاعلية خلاصة الأفكار والتجارب والخبرات في مجال التواصل الاجتماعي بحضور أكثر من 1000 مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي والمعنيين بها من مختلف القطاعات في المنطقة والعالم. وأضاف سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نجاحا كبيرا من خلال استضافة واستمرار هذه القمة في ظل الرعاية التي يحظى بها الشباب من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأوضح سموه أن الحضور الجماهيري الكبير ساهم بنجاح القمة، مؤكدا سموه دور الشباب البارز وداعيا إلى الانطلاق بأحلامهم بدون سقف والسير وراء الفكر العربي الإيجابي الجديد. وقد التقى سموه بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لدى وصوله إلى قاعة القمة، حيث أشاد بالجهود التي يقدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للشباب في دولة الإمارات والوطن العربي. كما التقى سموه بالملكة رانيا العبد الله ملكة المملكة الأردنية الهاشمية مشيدا بالعلاقات القوية التي تربط البلدين. هذا وتسلم سموه جائزة فئة الشباب للمؤسسات التي حصدها المجلس الأعلى للشباب والرياضة. حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيف الجلسة الرئيسية سمو الشيخ ناصر بن حمد. يا أهلا وسهلا فيك. تعمدت أن أقول الشيخ ناصر بن حمد بدون ألقاب، لأن الجلسة اليوم هي للشباب الملهم، وما يقوم به الشيخ ناصر فعلا هو ملهم، ليس للشباب ولكن للشياب أمثالي. الشيخ ناصر مواليد 87، الآن هو بطل العالم في التحدي، أصعب بطولة في العالم، The Iron Man، الرجل الحديدي، وهو أيضا بطل الشرق الأوسط. الشيخ ناصر فارس دراج يجري. الشيخ ناصر ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وأيضا لشؤون الشباب ورئيس المجلس الأعلى الشباب والرياضة في البحرين ورئيس اللجنة الأولمبية. الشيخ ناصر أب لي 4 أولاد، شيمة وحمد ومحمد وحمدان آخر العنقود. نقول لك ألف مبروك على الله يبارك حمدان. شكراً. شيخ ناصر، أنت موجود أيضاً على السوشيال ميديا. اليوم الملكة رانيا الحقيقة أعطتنا مسؤولية بموضوع السوشيال ميديا. أولاً، إلى أي مدى السوشيال ميديا مؤثرة أو ضرورية بالنسبة لك لحياتك؟ الأخ مصطفى، أولاً جلالة الملكة رانيا أعطتنا مسؤولية أن نلتزم بال 15 دقيقة. نعم، هي التزمت بال 11 دقيقة، ما شاء الله كنت أحسب بالضبط كانت يعني. نحن 15. نحن إن شاء الله 15. أولاً أشكر سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد على دعوته لي الكريمة، فعلاً يكون بين إخواني وأخواتي رواد التواصل الاجتماعي. الحقيقة أفخر بجهودهم كلها، وأنت تعرفني مصطفى، أنا رجل أحب الأبطال، أحب الناس الملهمة اللي تحاول تلهم وتفيد طاقتها للآخرين. طبعاً أكبرهم سيدي سمو الشيخ محمد، أنا ما أقدر أمدحك طول العمر، بس على الأقل بكون شوي أناني. أنا محظوظ أن دمك يجري في وريد أبنائي. فهذه فعلاً ترد أني أنا أحب اليوم الأبطال، أشوف أبنائي ملهمين بأفعال سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد. فأنا أحاول أكون أيضاً يعني ذرة بسيطة، وقلت أنا يعني في قصيدة قديمة، يا ليت عندي من فكرة
ذرة حسب اعتقادي بستحل العالم. فيا شباب يا خواتي حضورنا الكرام، اليوم هذه المنصة منصتكم أنتم. هذا النوع من الإعلام اليوم إعلام جديد من نوعه، إعلام ثوري من نوعه. أنت توصل اليوم آرائك مثل ما قالت جلالة الملكة، أنتم كونوا قدوة حسنة. وأنا أبي أضيف نصيحة خامسة لنصائحها الأربع، كونوا أيضاً متواضعين، بينوا للناس الأخطاء وبينوا للناس التجارب، ولكن استقلوا هذا استقلال حسن. أنا اليوم دخولي للسوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي مو عشان أتواصل ويا الناس، أنا عشان أفيد الناس بشيء بسيط أنا أقوم به. فإذا أنا قدرت أغير عالم شخص واحد فأنا بكون إنسان محظوظ. فأتمنى إن شاء الله منكم كلكم في مسيرتكم في رسالتكم للعالم إن أنت تحاول تغير عالم شخص واحد فقط، وهذا الحقيقة جهدي اللي أبذله دائماً ليل نهار، أني أحاول أنا ألهم وأشجع الناس إن على الأقل أغير حياته إلى الأفضل. طويل العمر الملكة رانيا قالت كلمة جوهرية، break the walls. الآن السوشيال ميديا سمحت للناس العاديين بالتواصل مع القيادة، هل هذا يعطيكم مساحة أكثر لمعرفة هموم الناس، واقع الناس؟ هل تتواصلون مع الناس من خلال بيبعثوا لكم انستا دايركت ولا مسجز؟ الأخ مصطفى، نحن اليوم جيل رائع وبإذن الله، جيل راح يحقق السلام، جيل راح يصل إلى الأعلى، جيل راح يرفع هذا المستوى إلى أعلى المستويات بشغلة واحدة. احنا فخورين بقياداتنا الموجودة اليوم في عالمنا العربي، قيادات تلهم شبابها، قيادات تمكن شبابها وشاباتها. سيدي سمو الشيخ محمد نتعلم منه الكثير وبشكل يومي. أنا اليوم أروي أخوي الشيخ مكتوم مشروع جميل في دبي، ما درابه ما شافه، ما شاء الله دليل السرعة، دليل التقدم والتطور. فإحنا اليوم نحارب الإرهاب، نحارب التطرف، وأيضا إن عن طريق التواصل الاجتماعي ذكرت جلالة الملكة الآن في كلمتها، إحنا وللأسف انحرفنا، أنا أريد أعقب مو بقليل ولكن كثير، بوصلتنا انحرفت كثيرا عن ما كنا عليه. يا جماعة أرجوكم اسمعوا لهذه الكلمة، نحن أحفاد الأبطال، عالمنا العربي، عالمنا الإسلامي عالم أبطال، عالم تاريخ فيه إنجازات، فيه فتوحات، فيه انتصارات وفيه تقدم. نحن اليوم يجب أن نحن نعيد هذه البوصلة. جاتنا رسائل مقرضة في العام الماضي أو القرون الماضية وخلتنا ننشغل بعضنا البعض. أنا لازم أدليكم على شيء وقلت أنا أكثر من مرة، أيام الميديفال إيجز كانوا مشغولين باستخدام الدين كسياسة ويتذابحون ما بينهم البعض، وإحنا يا عالمنا العربي كنا مشغولين بالتطور بالتقدم والثقافة والفن وإلى آخره، مع استخدام الدين كصلة روحانية ربانية بينك وبين الله عز وجل، ومشينا في تقدم إلى تقدم، اخترعنا الفيزياء والرياضيات والطيران وإلى آخره أنتوا سموها، وثم انقلبت الآية وصرنا إحنا مشغولين باستخدام الدين كوسيلة سياسية خاطئة، والتفتنا لبعضنا البعض، وراح العالم الأوروبي في التقدم والتطور والبحوث والفنون، وصرنا الحين نطالعهم. يا جماعة خطأ، اليوم قادتنا وفروا لنا هذه الأمور إن احنا نلتفت ونعيد بوصلتنا في مكانها ونتقدم للتطور. اليوم عالمنا العربي متقدم، عالم العربي اليوم وصلنا للفضاء يا جماعة، عالمنا العربي اليوم وصلنا للتقدم وللتحديات. نحن اليوم إذا تبون شنو الأمثلة في العلم في العلوم العسكرية، حرب الخليج، حرب الخليج حربنا، بلدنا، أرضنا، قادتها دول خارجية ونحن كنا مساندين لهم. اليوم التحالف العربي موجود بقيادة عربية والدول الخارجية هي اللي تسندنا، فهذا تقدم يا أخوان، نحن ما متراجعين. كثير من الناس سلبيين في طرحهم للأمة العربية، نحن نقول خطأ، شبابنا وشاباتنا أتيحت لهم الفرصة، أتيحت لهم الأرضية المناسبة أنهم يقدرون يسوون أي شيء يخطر في بالهم. ما في عندنا حواجز، ما في عندنا سقف، بالعكس اليوم عالمنا العربي وصل يعانق السماء، وصل ينافس دول العالم، وصل للأفضلية.
وكل هذا يعود يا أخي مصطفى إلى قيادتنا وحلمهم لشبابهم لهذا الجيل القادم وبإذن الله. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، طويل العمر. الآن معظم الناس تستقي معلوماتها أخبارها من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ليست authenticated، ليست موثقة. هل برأيك يجب قوننة السوشيال ميديا أم نتركها مفتوحة؟ لأنه أيضاً كمان الحريات يجب أن تصان. هي طبعاً الحرية تستخدم وتفسر بالطريقة اللي يريدها الشخص أو يعني أصحاب التواصل الاجتماعي. بس مرات أشوف أصحاب التواصل الاجتماعي مرتبطين بالتواصل الاجتماعي لكنهم مو باجتماعيين. صحيح. فهذا في فرق كبير. فلازم احنا نفهم القصد ونفهم الرسالة الصحيحة. ولكن أيضا احنا قيادتنا علمتنا على حرية الرأي وحرية التعبير، وقيادتنا تسمع، قيادتنا تسمع لشبابنا وشاباتنا. ولله الحمد نحن ما عندنا مشكلة ان الصوت غير مسموع، هذه مشكلة رئيسية عالمية، ولله الحمد دولنا تغلبت على هذا الشيء. عندنا أمثلة كثيرة من شباب يتفاعل معاهم القائد بنفسه، ومن قبل كم يوم بنت صغيرة صاحت وشافت روحها في أحضان سمو الشيخ محمد. صحيح. بن راشد. صحيح. فالصوت مسموع. صحيح. 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 هل برأيك السوشيال ميديا ثورة أم فورة؟ لا يا أخ مصطفى، هي لا هي ثورة ولا فورة، ولا هي فورة. هي الحقيقة على كيف المستخدم، كيف الواحد يستخدم السوشيال ميديا. هناك واحد شخص سلبي يحب يطلع عيوب الشخص، يحب يطلع عيوب الناس، ويحب يطلع الأمور السلبية. جل من لا يخطئ. كل دولنا فيها إيجابيات وكل دولنا فيها سلبيات، يعتمد أنت كيف تعامل هذه السلبية وكيف أنت تعامل هذه الإيجابية. أنا مرات أقول حتى الفشل ما يعني فشل. صحيح. هو يعني أن عندك options غير تقدر أن أنت تستفيد منهم. هذا الأوبشن لا يصلح في هذا الوقت، ممكن أنك أنت تقول الشيء الصحيح ولكن في الوقت الخطأ أيضا. فيجب على الشخص يرى هذا الكاس نص ممتلئ وليس نص فاضي. فاليوم الإيجابية يجب أنها تكون هي محورنا، إيجابيتنا اليوم. في ناس نشوفهم أنا اليوم في التواصل الاجتماعي يحبون يهدمون ذات الشخص. صح. إذا شافوا الشخص تقدم يحبون يرجعون للخلف. تعرف مصطفى، أنا اليوم صحيح قلت لي أنت فزت بطولة العالم، يجب أن أذكر هذا الإنجاز ولله الحمد. هذا كان تحدي عندي أن يفوز بطولة العالم في أصعب رياضة تقدر تعتمدها، ولكن هذا ما كان تحدي الأصل. أنا كان عندي مسج ورسالتي أنه هيك ما في شيء مستحيل. أنا بانشغالاتي بوقتي تدريب أقل من الجميع، لكن بالعزم والشجاعة والقوة والإقدام ذاك اليوم قدرت أتغلب على جميع دول العالم في هذيك البطولة، في بطولة أنا أصلا ما قضيت عمري وحياتي كلها فيها. أنا من أصحاب أهل الخيل، من جماعة سمو الشيخ محمد بن راشد. فهذيك الرياضة كانت عالم آخر. المهم هذه الرسالة تعني أن احنا ما عندنا مستحيل، لازم هدفنا يكون واضح، يجب أن خط النهاية والغاية المرجوة تكون واضحة، نقدر نوصل للمستحيل. احنا مصطفى اليوم أنا رسمت هذا الطريق وحققته. اليوم أنا عن طريق التواصل الاجتماعي عندي حلم وعندي هدف في بلدي، في بلدكم مملكة البحرين. أنا وعدت الشباب والشابات أن نلقى اليونيكورن. إذا فهمين شو أقصد باليونيكورن، هي مشروع عن طريق التواصل الاجتماعي يصل إن شاء الله إلى رأس مال مليار دولار، يستفيد منه الشاب الموجود عندنا، يصل فيه العالمية. لأن اليوم الأرضية موجودة، الطاقة والهمة موجودة، والفرص موجودة. ليش ما حط هذا التحدي للشباب معاي؟ فأنا أعدكم بإذن الله، مو بالمستقبل البعيد ولا المتوسط، القريب إن شاء الله أن يكون عندنا يونيكورن في مملكة البحرين تسمعونا بسبب التواصل الاجتماعي. ما شاء الله ما شاء الله. بس أنا حابب أسألك سؤال بصراحة محيرني. صعب جدا شخص يطلع يقول أنا سأفوز هذه السنة ببطولة. طب هذا الأمر ممكن واحد عارض صحي لا سمح الله، ممكن شيء. أنت لماذا تحمل نفسك هذا العبء وأنت فعلت في بطولة العالم وقلت سأفوز ببطولة؟ صحيح، أنا وعدت نفسي، لأن إذا ما وعدت نفسي وحطيت نفسي في هذا الإحراج أقدر ألقى لنفسي أي عذر أني أنا أنسحب. وأكون صادق معاك، بغيت أنسحب من مرحلة السباحة من البداية، لأن صادني شد وبين حتى في التلفزيون، وقفت 3 مرات وحاولت أن ما أخلي هذا
يلعب في ذهني ولكني واصلت. الطبع أو التحدي هو كيف أنك أنت تعلن هذا التحدي. أنا جربت هذه في عادة سيئة مع شخص أنا أعرفه يدخن، وقلت له اقطع التدخين، قال إن شاء الله. فأنا طلعت على طول علني معاه وأعلنت قدام الكل أن فلان أعلن قطع التدخين، فهو صار مو بس ينخش عني، يشرد عن حتى الموجودين كلهم وصار في ضغط. فأنا أعلنت نفس الشيء، أعلنت الفوز، لأن فعلا أنا حسيت نفسي أني أنا قادر، حسيت نفسي أني أنا واصل للمرحلة هذه. طبعا بعد تعب، يعني مو بأي إنسان مصطفى يقول أنا راح أحقق ويحقق. مثل ما قلت لك ترى يمكن ما توصل، لكن أيضا عندك حلول أخرى. بس هذاك اليوم أنا أعلنت لأني كنت واثق، والثقة طبعا يعني كانت شوي زايدة، ولكن العلم كان عند الله سبحانه. فكان ال 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 الخلاصة في هذا الموضوع أنك إذا تبي توصل حط هدف، أوعد نفسك فيه، أوعد الناس فيه، أوعد عائلتك، أوعد أحبتك، أوعد ربعك أنك أنت راح توصل. راح تشوف روحك حط روحك في ضغط يومي ليل نهار أنك أنت توصل له، لأن طبيعة المرء إذا حصل الدرب السهل على طول يأخذ الدرب السهل ويغير البوصلة، مثل ما انحرفنا ببوصلتنا في عالمنا العربي والإسلامي. الأخوة الحضور، إذا لم يكن هذا هو الشاب الملهم فمن يكون؟ نحن بأيام معنا دقيقة و14 ثانية، هل لك كلمة أخيرة معنا لسه دقيقة؟ سيدي أنا حاب أشكركم جزيل الشكر، وأتمنى من هذا الوقت اللي قضيته معاكم أن فادكم لو ذرة، وأتمنى لو أنكم تأخذون حرف واحد من اللي قلته اليوم وتطبقونه على أرض الواقع، ولا ستجدون إن شاء الله نافع لكم ونافع لأحبتكم ومتابعينكم. أنا يا أخوان وأخواتي أقول لكم شيء من صدق، أنا واحد منكم وفيكم، شاب واحد منكم وفيكم، طموح يحب يصل إلى العالمية، يحب يمسك الشيء من هنا ويرفعه فوق السماء. ولكن أنا واقعي أيضا مع نفسي، واقعي مع إمكانياتي، أنا ما عندي كل شيء. ترى أنا أتكلم معاكم بنفس الشيء، أنا عندي صعوبات، عندي حواجز، لكن أكسر هذه الحواجز، أروح بعيد عن المنطلق الغير معتاد أو الاعتيادي، أطلع عن الكومفورت زون وحاول أجتهد ليل نهار وأصل. أنتوا راح توصلون، ما في شخص ما راح يوصل، وأنا أعدكم بإذن الله أن العالم العربي والأمة العربية راح تصل أيضا إلى العالمية دام قادتنا موجودين على رأس هذه المسيرة. وشكرا. ألف مبروك. قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، قمة جمعت أبرز المؤثرين في الوطن العربي تحت قبة واحدة لتبادل الآراء والأفكار وتزويد الشباب بخطط النجاح في مجال الفضاء الافتراضي. سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تحدث عن الشباب الملهم، فسموه مثال للشاب المثابر الذي يعمل بجد وإتقان للوصول إلى أهدافه، وإنجازات سموه السباقة خير دليل على هذا الأمر. أشوف أبنائي ملهمين بأفعال سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد، فأنا أحاول أكون أيضا يعني ذرة بسيطة. وقلت أنا يعني في قصيدة قديمة، يا ليت عندي من فكرة ذرة حسب اعتقادي بستحل العالم. فيا شباب يا أخواتي حضورنا الكرام، اليوم هذه المنصة منصتكم أنتو، هذا النوع من الإعلام اليوم إعلام جديد من نوعه، إعلام ثوري من نوعه. أنت توصل اليوم آرائك مثل ما قالت جلالة الملكة، أنتوا كونوا قدوة حسنة.
سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نموذج يحتذى به للشباب في مجال العمل الإنساني والشبابي والرياضي وفي مضمار العمل الخيري، متبعا في ذلك خطى عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، إذ يترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية والتي يقودها من خلال جهود العمل الإنساني بإسهامات واضحة، كما ويقود سموه الحركة الشبابية والرياضية من خلال رئاسته للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ومتابعاته الحثيثة لهذا المجال. طبعا جدا سعيد ان انا متواجده هنا، ان تم اختياري اني اشارك في القمه. كلمه شيخ ناصر وايد اثرت فيني، لان اعطتني الموتيفيشن او اعطتني البوش ان انا اكمل باللي انا بديت فيه. ومثل ما قال، ساعات الفشل ما يكون فشل، ساعات الفشل يكون ان انتم ممكن يعني تغيرون مجالكم او تجربون اشياء جديده. لما يجيني نموذج مثل الشيخ ناصر في طريقة تعامله مع الناس سواء كان في السوشيال ميديا أو برا السوشيال ميديا، هذا درس يعلمني ويعلم غيري من المشاهير. لما أنا الشيخ ناصر اليوم أنا تفاجأت بشخصيته على الطبيعة، وكان شخص ملهم ملهم لدرجة حسيت أني أنا من بكرة ودي جدد النشاط فيني أنا كشاب. لما نشوف شخصية مثل هذه، مثل سيدي سمو ولي العهد محمد بن سلمان، ومن الشباب اللي فيهم طاقة في القيادة، أحس أنا علي مسؤولية بأني أنا أكون أدبل طاقتي عشان أنا أوصل للي إحنا نبغاه. يعني الشيخ ناصر ملهم حق كل شاب بحريني يعني، وأتوقع حتى حق أي شاب خليجي. شيء حلو أنه هو أي الإيفنت يحضر ويتحدث ويعطينا يعني نفس السبورت يعني، وكلامه الصراحة يعني أنا عن نفسي وايد شجعت، وأتمنى أن غيري بعد شجعوا يعني من كلامه اليوم. حضور مميز لفعاليات القمة هذا العام من خبراء ورواد الإعلام الاجتماعي في المنطقة، أضاف لها زخما قويا وأكسبها اهتماما كبيرا على الصعيدين العربي والدولي، حيث تضمنت أجندة القمة مجموعة متنوعة من الموضوعات والقضايا الهامة التي تحفز ضيوف القمة على تبني أسلوب تفكير يتركز على المستقبل، إذ حملت القمة على عاتقها منذ انطلاقتها مسؤولية استشراف مستقبل شبكات التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية. لقاء للمؤثرين من جميع أنحاء العالم تحت سقف دبي ليعرفنا على هذا العالم الافتراضي عن قرب، والذي أحدث ثورة كبيرة في عالم التكنولوجيا. شوق العثمان لمركز الأخبار دبي.